يا اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد في مطبخنا وحاستنا. اليوم قررت اني ابغى اسوي خبزه البريوش، ف خلينا نشوف حاستنا تضبط اليوم ولا لا. بسم الله. اول شيء معانا لليوم بنحط 150 جرام دقيق، نحط ملعقة سكر، ملعقتين ونص شاي خميرة، 3/4 كوب حليب، تقريبا 180 ملي، ونخلط كل شيء مع بعض لين يعطينا قوام كنا قوام البانكيك أو خليط البانكيك. بنحطه في مكان دافي والتخميرة المبدئية لمدة 45 دقيقة، فبحطه 45 دقيقة بروح أقيل وأجيكم. أهلا وسهلا، خلصنا ال 45 دقيقة وتشوفون الخميرة انتفخت صارت كأنها رغوة. خلونا الحين نضيف باقي المقادير اللي بنخلطها. هذه ملعقة وربع تقريبا ملح، هذه تقريبا 5 ملاعق سكر، لكنها هي فعليا مع الكمية اللي اضفتها قبل شوي 75 جرام. انا دائما تعرفوني احب استعمل الجرامات لانها احس انها اضمن شيء وانت تسوي اي وصفة، ولكن اذا تحب انك تستخدم اكواب او اشياء طرق اخرى للمقياس بحاول اكتبها لك تحت كل شيء اقوله اذا قدرت. بعدها نضيف الكميه الباقيه من الدقيق، فهذا يخلي المجموع 720 جرام. خلونا نحط 6 بيضات وبسم الله. 1 3 6. طبعا الحين نجيب الدعم اللوجستي اللي بفك لك ازمه اتعب واقول في كل مرة استعملها ضروري انها تكون عندك، لانك بترتاح. الاشياء اللي تخوفك في المخبوزات ترتاح منها من هذه الاداة. خلونا نحط خلاطنا، نخلط الخليط على الهادي، والحين بروح اطلع الزبدة اللي احنا حاطها في الثلاجة، تقريبا هي 280 جرام. بنخليها فيما نزين العجينة هذه وتنخلط مظبوط، تهدى وتصير درجة حرارة الغرفة تصير ناعمة شوي او طرية عشان نقدر نحطها في البريوش. العجينة هذه المليئة والغنية بإيش؟ بالزبدة. يلا انك تعين ما غادي يطقطق. تشوفونها مرة ثقيلة، فالخطة الحين نبدأ نخلطها مع الزبدة لعل وعسى انها تبدأ تخفف الأوضاع، تصير العجينة محترمة وبنت ناس تصير طرية. الخطة هي كالآتي: الزبدة اللي معنا قطعناها قطع صغار، بنقعد نضيف الكمية 280 جرام هذه، كل شوي نحط حبة لين نتأكد ان الحبة هذه تختفي تماما داخل العجينة. بنقول بسم الله، سقط الحبة الأولى. العملية هذه بطيئة ولازم تتم بحب، وريحة الزبدة بدأت تفقع في كل مكان. سبحان الله، العجين نفسه وانت تسويه من الأشياء اللي تتأمل فيها كيف قاعد يتحول من دقيق مع موية وشوية سكر إلى هذا الشيء اللي قاعد تشوفه قدامك، والحين حطيت الزبدة تغير قوامها بشكل كامل. شيء عجيب و رائع للتأمل والمديتيشن. للأمانة صعبت علي الآلة، حب أخفف عنها يعني عشان تشوفون الثقل. يا الله انك تعينها علي. بإذن الله في نهاية هذا الفيديو تصيرين عطيتينا وعشيتينا خبزة تستاهل عليها الكلام. اللي قدامي انا اشوفه عقوبة تصعيد غير مبرر، معليش ما هو عقوبة، هو بالعكس الحمد لله نعمة وعجين وخبز واشياء حلوة. ولكن يعني تدرون كم قعدت وانا قاعد مقابل هالعجينة وهي تفر؟ فوق ساعة الظاهر. حاولت سبدي كل شوي حط قطعة زبدة واحتريها تذوب، بعدين تنخلط، وبعدين يلا بينا. قوامها اللي فهمته أنا ما هو المفروض يكون كذا، المفروض إنه يكون فيه
نوع من التماسك. شوف متماسكه اي في نوع من التماسك الحمد لله. ايه خلاص ناخذها كذا نزلها العجينه المليئه بالزبده. ناخذ الاطراف نحاول نفكها شوي. طبعا هذه هي اللحظه اللي تبدا تراجع حساباتك وتسال نفسك يعني انا متلقف قلت يلا بينا خلينا نسوي عجينه لو اني رحت وشريتها وريحت نفسي وافتكيت مو بصرف. هنا تفهم نفسك انك انت حاب تسوي شيء جديد وتستكشف وتشوف انك تسوي تصنع شيء بنفسك وتهدئ من اعصابك تخليها تريح ساعه تروح انت تريح معها ساعه. خلونا نخليها تريح. من خلال هذه الوصفه وبدون مبالغه انا قيلت مرتين فهذه ثاني ثقيله بعد ما يعني العجينه ريحت فالعجينه تريح وانا اريح معاها. ما شاء الله كبرت عشانها طولت علينا نبقسها كذا قله ادب. اسم العجينه المباركه قسمين حط واحده هنا والقسم هذا نقسمه ثلاث اقسام. انا الظاهر ما قد سويت جدايل في حياتي فيعني لا تدقون فالمفروض نحطها كذا الثانية كذا نقلبها كذا وهذا اللي الله قدرني عليه من ناحية الجدايل. خلوا العجنتين كلها تريح سوا آخر 30 دقيقة من غير شر. صراحة مفروض ننتظر ساعة بس أنا انتظرت نص ساعة وأنا أحس أنها كأنما كبرت العجينة فطالما أنها كبرت يعطيها العافية. باقي آخر خطوة بيضة مية ودي له على الفرن 35 دقيقة للثنتين بسم الله. آخر انتظار بإذن الله من غير شر فخلونا نشوف تسوى علينا ولا لو إننا رايحين وشارين لنا حبة بريوشة وماكلينها من 7000 ساعة وراء والحمد لله. بالله عدوا لي كم قعدنا يعني ساعة عجين الراحة الأولى بعدين ساعة نسوي الزبدة والأمور هذه بعدين تقريبا ساعة ثانية فيما نقسمها ونحطها وننتظرها نص ساعة باقي هي مفروض انها ساعة ونصف هذه ثلاث ساعات ونص ساعة الحين تقريبا اربع ساعات ونص الى خمس ساعات عشان نجهز خبزة. يا رب انها تزبط. يلا 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 ما في وقت خلص الوقت بسم الله. ما بغينا هذه الأولى والثانية بتلاحظون حطيت عليها قصدير انه يقول لك بعد 25 دقيقة إذا حسيت ان اللون مو باللي أنت تبي مرة حط عليه قصدير على أساس يخفف التحمير من فوق. فاحنا يعني احتياطا واحدة غطيناها وواحدة خليناها وبتشوفون الفرق. الحين نخليها تريح 5 دقائق وهي في القالب حقها. بعد ال5 دقائق بنحولها على الشبك فنديله 5 دقائق ونجيكم. اغلب اللي قاعدين نسويه اليوم نجهز الشيء وننتظره يرتاح. فمسألة تعود على الصبر مسألة ما ادري الأكيد انك تتعلم الصبر. يعني قطعة الخبز الجميلة هذه القطعة الأولى ها
هذا المفروض اللي غطيناها في الأخير بس لسه اللون هذه ولا هذه؟ معليش عفوا اللي على اليمين هي اللي غطيناها. فعلا تلاحظون في فرق في اللون، طبعا واحدة دبية منتفخة من الجنب يعني هذه مقبولة، هذه مرة خرافية بس مرة حارة، فبنخليها لين قلوا بعطيها 10 دقائق حتى انها تبرد برودة تامة، مع اني يعني مرة ودي اني اقطعها من الحين بس يلا ما عليه نصبر، صبرنا كذا الوقت فوقفت على 10 دقائق. دي الرائحة يا جماعة مش طبيعية، طلعت من الغرفة هذه شوي رجعت الرائحة كلها عبارة عن بريوش. والسؤال هو هل بتطلع بريوش أصدقية؟ قل بسم الله. هلا أنا شوف تقول ما بردت حارة، شوفوا شلون طرية وجميلة من جوا مقرمشة من برا. بسم الله هي هشة تتفكك زي البريوش اللي عرفها، جزء من النص مفقود. أنا أذكر البريوش كان فيه حلاوة أكثر من كذا، لكن القوام قوام خبزة البريوش 100%. هذه أخف والله لذيذة، طريقة خبزة البريوش وبضبط معنا.